أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب عن بلغ سعادته بفوز فريق باريس اف سي بشعار فيكتوريوس البحرين على فريق سوشو بهدفين مقابل هدف واحد في الأسبوع 31 من منافسات الدوري الفرنسي للدرجة الثانية لكرة القدم. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن شعار فيكتوريوس البحرين يتلألأ في سماء الملاعب الفرنسية وأصبح علامة فارقة في وضع اسم المملكة في أكبر المحافل الخارجية، وهو ما يسهم في تحقيق الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 عبر استغلال الفعاليات الرياضية التي تعتبر مساهما رئيسيا في هذه الرؤية. وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن مسيرة باريس اف سي تسجل نجاحات متواصلة وتسير بشكل تصاعدي نحو مواصلة تحقيق الأهداف، وتبشر بمستقبل واعد للفريق في طريق الوصول إلى الهدف المنشود، مبينا سموه أن الانتصار الجديد والمستحق للفريق بشعار فيكتوريوس البحرين على سوشو يبعث بالتفاؤل في تحقيق نتائج إيجابية في الجولات القادمة. وأشار سموه إلى حرصه على دعم الفريق في مواصلة تحقيق الأهداف المدرجة والهادفة إلى بقاء الفريق في دائرة المنافسة على المراكز الأولى، وتمنى سموه كل التوفيق والنجاح للفريق في مباراته القادمة أمام تروا في الأسبوع 32 للدوري الفرنسي يوم السبت القادم، متمنيا سموه أن يحقق الفريق النتيجة الإيجابية.